بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وعنكب الله بإن آية الله بقول لباتن يلح إلى آية الله بقول صدا يصدح وسورة البقرة دارا لسوها يدار دارتي بدن بيسوا حيه ولا تجعلوا الله عربة لإيمانكم الله دارتينا هدفها وقرد لقنا إلهي دار بلا سئلين قبل ماي ليس نوار دار حقها وإنك كسابسا الله وحولي للذين كي وحاوسقنا ذي يقولون كالدارتي من نسائهم حاسسك وذا كالدارتي تربص أربعة أشهر أفر بلوت سويدود فإن فأو هذا يكون نقضان أو قبل دي حاسن ماذا يكون نقضان فإن الله قال لي غفور كي أدات وهي الرحيم أدات دمبغة هاي إلهي وكرده فهدو قبل يكون نقضه وإن عزموا الطلاق طلاق هذي أقستان أو أي مكي أفرتي بلو دمادان طلاق أقستان فإن الله لسمعه مغلى علمه أبيه وكأبه المرين إله أنه وليكو بشو كمان نقضه قفص ماله إله حوي أنه قبل دي إله kula dagmay ma inu ku dhaarto ilaahay ugu dhaarto inu nala dagmayna gabadha haasinimo ula dagmayna dama furin inu na haasinimo ula dagmayna buu alla ku maray marka afar bilood iyo wixii ka yar la la hadlimay afar bilood iyo wixii ka yar la la hadlimay afar bilood markay ka badan tahay afar bilood markuu gaaro yaa la leeyahay gabadhii haasinimadeedii ku noqo afar bilood baa la sugi gabadhii haasinimadeedii ku noqo هدو كل نقضه وحو بحين كليهون كفارو بحين هدو كل نقوه فربا للي هدو فروه قادقا كفري هدل قادقا كفري دلاقو ضرورة ليلة كائن تبدا فقه هدو مدقان وقال دلاقو ضرورة حاكم ذا دلاقو ضرورة قف هانتهاي صون ريكا وحوه وقبل انو فرانا اديني انو حسيانا اديني قادقا كفري كان marka kana wasiido kala afar bilood markii joogto haduu kun noqdo kafaaro u buubeen wax dhiba male laakiin buu ka kafaar guud haduu kun noqon waayo fur baa la leeyahay haduu fur waayo qaadiga dalqad saga fur marka anuu wali dub qof Soomaali ah oo ka dhaartay gabadhii xaaskiisa inaannu kula dhaqmayno ku dhaartay wali goobto kama noqonay waysa waa laga yaabaa inay jirto lilladiina kuu waxa uu ahaaday yuuluna ka dhaartay min isaan haweenkooda يعني إني لا دقمان بكردارتين تربصوا أربعة أشهر أفر بلود سويدود فإن فأو هذي كل نقضان قبله حاسم ماذا هذي كل نقضان لمن كردارتين فإن الله لغفور ودافر رحمه ونحريسا وقدم بدافر الدم بيكي كردعي ودافر كفار ونبحن وهي أفر تكير كفار مالبان مري وإن عزموا الطلاق طلاق هذي النيودان وقستان فإن الله لسميع كم غلوة يعلمون فرع للي طلاق فرع للي هاي هدو يسوي فرع واسدا والمطلقات قبلها الله فرع يتربصن وهي حني بيان أما أي حباسة يبقى أنفسي نفط قول كحباسي ثلاثة قروء صد حايد صد دهرين والي إلهي ولا يحل حلال معها لهن قبلها سأن يكتمن عين القريان ما خلق الله الله وحكو أبو رفي أرحامهن في حمك وضعه هدو أوري هاي هدو حيلي هاي إن كنا هدين يؤمنونك يؤمنك ورهما يبالله اللي واليوم الآخر عدة ترتا لفرأي وفاتك بركة قبلها نرد ما يشان إن كوهين وقبلها ذات الحيلك يعني وقبلها وقت الحيلك تسوغ أو ننك هذي لبوري قشي ويهي قبلنا الله ياي هدي قبل وقبل يرتاي أما إسلام تاي عن حيل لهين ثلاثة أشهر سورة الطلاق بسيط كبدا نقولي قلين أن كذي سارك هديتها هنا فلا عدة عليها خد عالم مالها تا فلا عدة عليها قال كاسي قد غاقي إذا مالي مركا قبدا نو وقبدا ذات الحيث كاه أورنا عن لهين نين كذين اللقوري قسوه هدينا ذات حيلة هين والله إيا سنة من أبنى حيد قبدا هير يركاه ولي حيل إيا إسلام تحيل كوكاقو أي وصدح بلوط عددنا وخصصنا والكتر تعميشا وانا تعب قبلها أور كالينا عددنا ومركز دلان
كبرنا أولي للا قري جلنا إدابا مالي سورة الحجاب واتقرانيس بكا قبناه نوا قبناه حايز تاليه وآن أوركا لهين وين والمطلقات قبناها لفوري يتربصنا وحي كدب سوق وحي حباسة يا نفطوضة ينفسي إن النفطوضة ثلاثة خروج صدح دوري صدح حيض أن يداهضو ولا يحل حلال ما أهلهن قبناها أن يكتمن إني قريان ما خلق الله الله وحكوا في أرحامهن في حين كورا وهدو أوري هاي هدون أورا هاي إن كنا هديه ومن كور ما يبي الله ألا واليوم الآخر مركز قبلنا صلاة إتنا ونزقوا أي حيثي ومدقابان أي شاكتو يصدح لي حيثوان أركي ومدقابان أي شاكتو هو إن كن أورهم أيان والرهم باللوغة خادا بالمثل أقل الحيث ومالين يهبين أكثر الظهرنا وصدبية اللباطن لكن أقل الظهري وشنية طبعا مركي أقل الظهري يا أقل الحيل اللي سكانوا إلى بري يتبنها وبري سني يتبنها ما بين نغان هذي ترى هذا وي يجقو أنا وان هلا يصدح لحيل بوان هلا هو يكون أرهم يا رب الله قادم وين مركي يجوا بالو كل سوية هاي هذي عدد ويجقو هذي ترى أنت أصعد بان هلا هذي ترى لكن وقت وين الصورة قالي هاي وبعولتهن رجادي يا حق أم ذن بشدهن كعلين تودا في ذلك عدد على دحرنا عدد إنسان كجوين إن أرادوا هذي دونا هو يرجو يقبله بإصلاح ولكن هذي دونانه إن يسفى عن قوة رغم أن هذي دونية لكن هذي دبعته أن كل رفبة وين من دونها رجادي بإن لقعليه إلى طلاق مشرين سنة في وقت النبي طلاق سنة طلاق قل في المشرين وبعولتهن نمن قادي يا أحق أم ذن بشدهن كعلين تود في ذلك العدة عدة الأحلام وقور من مركز القعلين يمديهن إن أرادوها دي دونان إصلاح وناك دي دونانو إن السفع عنو وضا لغمان دونيان ولهن هوينك وحاوصونا دي مثل الذي كي أوكل عليهن الدشوضو وحقا بالمعروف السفع عن الله إسوسي حقا ننك كليه كبدو ننك حق بي كله إن إسحر مياه oo kala xishooda oo ay ninka amarkiisa qaadato oo guriga dhaqaaleeyso oo sayidad noqoto xaq bay ugu leedahay ninka inuu isna masarifteeda iyo wixii kharash bixiyo xaq buu leeyahay labaduba xaq bay isku leeyihiin xaq bani aadam nimada walahunna waxa uu sunaa gabdhaha mislu ladiki oo kala calayna tusooda sida ninku iyaga xaq ugu leeyahay iyo iyaduna ninka xaq u leeyahay laakiin bil macruuf wa safi'an on dibaata ku jirino ay dad fi ana wada dhaqmay ayihiin wali rijaali fagaa hawaari aleena dushooda darajatu darajo fagu ka yartareya wallahu allan azizun ki qaliba way hakeeman oo falsan fagu ka sareya xaga madaanimada kaga ma sareya wa islaamid xaga islaanimada wa islaamid xaga alle cibaadada wa islaamid waxba kuma kala doon maamulku baa kala doon bas maarku marka ragu uu ka yar xog badan yahay oo fagu dushaasay shaqayno iyagu de dhibaatooyin ku ragu waa kaysan waa sida gabdhaha dhibaatooyinka waa looga adkaysi badan yahay mid kale maamulka uu kala duwan iyadu waa inay hooyo noqoto gudigeeda joogta oo allaheeda caabuda oo aan wax kale keenino wadaadkeeda ku kalsoon waa inay tahay gabadhaas laakiin sareen kale oo laga sareeya ma jirta xagga maamulka uga kala duwan oo maamulka laga sareeya wali fijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhina haweenka darajatun wallahu azizun fi qalbi xakiimun oo falsano xukun waliba siduu ku habsan yahay yo alla u maamulo الطلاق وطلاق مرة ثانية والله بتشير طلاق صدح ليلى متشره فإمساكن صدح لو ذا تشروحي كذا فإمساكن هيشتف شوية بمعروف سفي على إسواه يصد القدر على إسواه يصده أو تسليح السيدين بإحسان ولا يجوسي دايو ولا يحل لكم حلال إذن ماها أن تأخذوا إنا كقادتان مما كي آتيتمهن قبلها أتيسين شيئا شيء كمذا إنا كقادتان إلا أن يخافا إني كبقان موياني لبدا فور الله يقيما إني نؤغني نهجاجني حدود الله إله شرعيس الطلاق مرتان ومسألو آد عجيب أول زمن في النبي وهاتري جاهلي نكو قبرنا انتو فور وسوع الشهد أوفر وسوع الشهد أوفر يو قبرنا كل باتين طبان قور لباتن قور بمضر بانتو فور بعدنا سوع الشهد ونسين الدينين قبينين السلام كأول كيسين السلاسة هاي نبقى قبل دي سكودي سحابية
haasna ka dhigan maayo kuna furi maayo saysaasu ku dhici kartaa bay tiri waan ku furi waan ku soo ceysan waan ku furi nabiga u tag aayadana timid marka dalaaqo khaldal qad baa la fiidi khaldal qad kala la fiidi ka u dambaysa ama ku hayso ama ku sii daawan ma jiro saddexdii dalaaqood oo zamankii nabiga hal ninaa laga maqlay hal ninaa saddex dalaaqood ku farayo nabigu intuu carooday buu ayuu lacaba bikitaabillaahi wa ana bayna adhurikum marka culimo aad u tiro badan baa waxay leeyihiin oo saxaabada ilaa tobaneeya ka mid yihiin saddexdii dalaaqood markuu kelima waaxida ruuxu ku dhufto hal dalqadaa dhici bay yidhaahdeen xadiidkii muslim wariyena wuxuu ahaa kaana dalaaqu fii zamani nabiyi wa fii zamani abi bakar wasadaba min khilaafati cumar kaana dalaaqu salaati waaxida cabdullahi bin cabaas baa wariyey cumar baa marka yidhi war wixii dad wax inay u kaatadaan fiicnayd iyo dadkii ku degdegayaana waan ka xukumay wuu ku ganaaxay cumar marka culimo badan oo badan oo badan ba aaminsan saddexdii dalaaqood marnaba inayna dhacayn sideed horta waa xaaraam in saddexdii dalaaqood la israaciyo marka saddexdii dalaaqood markay israaciyo hal dalqada keliya dheh cabdullahi bin cumar gabadhiisa oo xaayl leh yuu furay nabigaa loo sheegay intuu soo celiyey wuxuu siba tadliiqatan buu hal dalqada laga xisaabood marka culimo fara badan oo fara badan oo fara badan baa ku tagtay saddexdii dalaaqood kelima waaxida inayna ku dhacayn dalqad keliya ay dhacayso culimada qaarna waxay leeyihiin mar hadduu shaygii xaaraam yahay xukunba ka rati maayo dalqadina dhici mayso qaar baa maxaa yeele salaada adoon weysa qabin haddaa tukato sugu salaada weysa qabla-aan lagu tugay soo xaaraan maaha miyay salaadii asixi waa sidaasoo kaloo saddex dalaqoodoo la fiday de waxba ka asixi maayo isku meel la fiday waa in la kala dambaysiiyo wey midda kale dalaaq oo la kala dambaysiiyo lacala llahi yuxdisu bacda dalika amran waxaa laga yaabaa dalaaqi intay ciddada ku jirto in xaaladdu isbadeshaaba suuragala oo laysku noqdo lama ogola markaa adalaaqu dalaaqu aayaddu waxay ku tugnaa saasuu ahaayo jaahiligii baa saa ku dhaqmi jiray iyo islaamka awalkiisii ninkaasay gabadhu ka dacwootay kuna furi maayo kuna qabi maayo adalaaqu dalaaqu marataani laba jeer wey yacni laba jeer un baa la ogol yahay in wax la furo kow laba bimacruufin si fiican loo haysto halkaa dalqad lagu hayso si fiican loo haysto ow tasriixu siidayn wey biixsaani si fiican loo siidaayo sahaydeeda la siiyo oo meherkeedii la siiyo walaa yaxilu xalaal uma aha lakum idinka an taakuduu inaad ka qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuun aad siiseen shay-an shayna inaad ka qaataan meherkii aad siiseen waxba kama qaadan kartaan ilaa an yakhaafaa inay ka baqaan mooye labada ruux allaa yuqiimaa xuduud allahi ilaah xuduuddiisa inayna oginoo ayna sharci ku dhaqmin ha oo gabadhii naashisa bilmadan noqoto fain khiftum haddaad ka baqdaan allah yuqiimaa inayna oogin xuduudallaahi alla xuduuddiisa oo dhibaata ka timaado falaa junaaxa dambi calayhimaa dushooda ma aha fii ma ftatad waxay isku furatay bihi shayga tilka taasi xuduudullaahi ilaahay sharcigiisii wey waa xuduuddiisii falaa tactaduha tallaabina meeshan waxay u muuqataa gabadha oo waxoogay dhibaatada keentay waa gabadha xaggeeda ninka xaggiisa hadduu dhibaato keeno waxba kama qaadan karo hadduu dhibaato keeno laakiin hadduu dhibaato keeno laftiisa waxay dhihi kartaa warniyo xoolaan iskaga kaa furane waxa weeye ifur inay talaawo heli kartaa laakiin markay gabadhu dhibka keento ninku wuxuu heli karaa hayay isii xoola inuu yidhaahdo bar ee labada dhinac way kala jiraan hadday gabadhu ninka la dhagweydo ninku nin baasu noqdo waxay heli kartaa inay iyadu waxeedii hurto ay ku iibsato haddii gabadhu ay dhibaato keentana ninku wuxuu heli karaa waxay sii ku yeeli maayeen saasuu heli karaa khuluc baa la yidhaha marka khulucu ma dalaaq ba amase waa fasakh culimadu waxay u badan yihiin waa fasakh oo hal dalqadaa dhici rujcina male laakiin hadduu dib isu guursadaan way heli karaan allah wuxuu leeyahay fain kiftum haddaad ka baqdaan dadka meesha jooga ee la taliyaasha ahow allah yuqiimaa inayna ogin xuduudallaahi alla xuduuddiisa wada dhaqmi waayaan falaa junaaxa calayhimaa dambi dushiisa ma aha fii ma ftadad bihi waxay isku furatay oo iyadu waxaana isku furatay dembi kama hayso isna waxaa hadduu qaatay dembi kama haysto gabadh saxaabiyaadka ka mid ahayd oo nin ibnu shamaas la odhan jiray baa qabay maalintii dambe waxay tidhi kuma rabaa ifur yaa rasuulallah bay tidhi haalidhi weyd baan meel ka egayo isagoo dadka u madow oo u gaaban markay isku gogol ku seexan kari mayn nabigu wuxuu yidhi beertiisii ma u celin haabay tidhi iyo wax ka badanba waa siin warka qaadi wuri beerta ka qaaday marka labada dhinacba way jiraano hadday gabadhu ninka la dhaqmi weydo uu ninku dhibo
xoolahaada inay horta weyso. Haduu ninku gabadha la dhaqmayo gabadhu dib keentana inuuna wax sii ilaa weyn. الله سبحانه وتعالى وحول لي فإن خفتم الله يقضي حدود الله فلا جناح عليه ما في مرتد به تلك تاسي حدود الله تلك ذو حيكون أحكام تلا صوشي وإلهي حدودي سي أحكام تورن بحد وحد لدي قول الله طلاب كريم فلا تعتدوها طلابنا ومن يتعد قفكي طلابة حدود الله ألا حدودي سي فأولئك كواسي هم الظالمون يقع قردنا شرعي ألا شرعي أحكام ألا كيني قفكي كل نغموية وقيس مرا وظهن والظالم ظالم كحوي شيء يصير كهب سنة قف كدو ما ملواي فهو ظالم ومن يتعد قف كتلاب حدود الله ألا حدودي سفاء الله كقواسهم الظالمون وين فإن الله قهمر هضفره لك جبلي فلا تحل حلال ما هلوه سجى من بعد إن تفر يكذب حتى تنكح إلى جورسته زوج زوج وغيره غير فيها فإن الله قه زوج كدم بهضفره فلا جناح عليهم أن يدوشوا هذا مسار قبل يويلكي أن يتراجع إنا إسكن نقضى وسإن بلنا هذه أمة الأيام أن يقيم إنا أوغيان هقاجين حدود الله ألا حدوديس وتلك تاس حدود الله ألا حديس ويؤو يبينها وعدي القوم يعلمون ما يشان فلا تحل لهم من بعد ومركا إذا الغد أدن بيسان عدوه إذا الغد أدن بيسان مركا إذا عدوه إنك لقورس ذنبه يحلال ما وحاشر ذا ننك خلق إنونا محلل الأهيني قور دبا وقور سيدكو إنه وضع نغمان واللبا إنه هرت كاهر وإن عددي سيكا قوض كان وإنونا محلل الأهيني قور دبا قور سيدو وإنو لا نغمه وإنو فره هذا نعددي كقوض مركا هدين إسدونان إليني عروري كان عيسي باسورة قاله وحبت بها تمالي لكن قور عصوب بقور سنو وحاولي فقق كلي الدوني بولميجه كمحيبه لكن إسقى أبوها بون ما دام إسبرتين إسقى إلّا دايا وأبوها بون توه واحد بارتمان الله وحليه فلا تحل حلال ما أهله النكاء من بعد أنتم فريكدي حتى تنكح إلى جورسة زوج زوج وغيره إسقى غير كأه الله دغمة فإن طلقها زوج خادم بهدو فره فلا جناح عليه ما دم بدوش ولا مسارة أن يتراجع إن إسكن نقدان وسقور ممرك إسكن نقدان إن ذن الله ذي أمة لين يان أن يقيم إني هجاجين يان حدود الله إلى حديث وتلك تاس حدود الله ألا حديث ويبينها وعد لقوم يعلمون وحو حاجر محلل لينا المحلل والمحلل له والمحلل له ملعون نبقى مرك شيء خمرك كسمية كإيبية كاللغة إيبية كحنبارة كعدة كاستعمالة وملعونين محلل في محلله كالله حلليك وحلليان وملعونيون ملعونيون التيس المستعار بالنبي وكشه قفك محللك محللك وحواجه قبل يقول في مركة إسفراء إنه يكوه شيئان أنك قبل قبل أنك إيقو سؤو إيفر مركة وإنه يكوه شيئان ومركة مركة هل هبين الله دغمه بلاس أروتي بفرية وحمهره كاو قبطي مجره وأرد المستعار التيس المستعار في النبي وكشه قول لكن هذه نكون أقوين قرقر صندعين لكن قبل أي هوس كان لي سنتهاي إلى إن كان إسقح على شو أنت جوسة إلى هذا بل ملك شو سيفر هذا لا تلا هذا تاسو حلقة يا بعين إن دبسا سلاهين لكن وين ننكو أقوين قبلنا أين كل قرقر تمي واد إفر أين كل قرقر تمي وين وإن بلغتم النساء خوين كعدات فرتان أو فبلغنا إيجاران أجلهن مددودي أو كل وهذا معنا آيات الدباء فالبلغن أجلهن مجدد أول ما تآيات الدباء توا إني كل وادا فأمسكوهن هايستا بمعروف سوى ناكسان وشرف لعصو هايستا وأسو عشا قبل هل دل قضاء من الله باكو الله بني أو سرحوهن سيداي بمعروف سفع عنو سيداي قبل أظن لباتاينين وان عيبينين سهيدا بسي ولا تمسكوهن قبلها هايسانين وأسو علينين ضرارا لفت أدبيسان درسين لتعددوا إلى كوحد قدبتان درسين ومن يفعل ذلك قفك سيدا سمية فقد ظلم نفسه نفسي سيب الظلمية نفس الظلم هذا وحاله الدنبقى أريقى عن كل نفسنين قبله مركي لفره بلا قواس وإنه فجعيه مركي لفره مهل دل قدر القرهد آمال لبل القرهد مركي عددي أدويهين قفك هدو سوء عشده وهي لكرا لكن وإنه سفي عنه وناكسين أو حرمال أسوء عشده أما سفي عنه سيدا يعددها كقوده
آيات الدنبه إنه قصوا سعتها إذا بلغنا أجلهن وحويتها مركي كقودة ويتها الدنبه بس إذا بلغنا أجلهن مركي قرك وقارانو إن يدو لتراون دلاقنا وإنو فجعي هاي مركاها سوء عشادو هدو في هدو خير روان وإن بلغتم النساء قبلها هذا سلطان وفبلغنا أي قاران أجلهن مددو يعني قاربنا أي كل وادان مددي كققو إلهي تعددو فأمسكوهن خيستا قبلها بمعروف سفي عنو هايستا هو سرحوهن سيد داية بمعروف السفي عنو سيد دايدنكم قبله عبيني سيد داية وصحيح وضينا فيها ولا تمسكوهن هايسرنين قبله وسوء علينين الضرارا لبدء أرضي بيسان درسين لتعتدو إلى كحد قدوبتها قبلها وسوء علينين هدينا أدانا قبل ديرها بنينا الله لغلتون ما سوء علين كثير ومن يفعل ذلك قفكي سلا سمعي فقد ذلو نفسه نفتي سيب الظلمية نفضل منه حالي للدم بقمركو أدقى أنكو قصة نقني ولا تتخذوا هكي لنين آيات الله إله آياته واذكروا حصوص نعمة الله ألا النعمة ديس عليكم إذنك دوشي نقول نعمة يو إسلامك إذن سوى الدجي وأحكام ثلاث قرق ميسان يوماك أنزل عليكم الدجي من الكتاب كتاب والحكمة علم النافعة يعيدكم به الله ثلاث يذكو عليه قبله آياته إله قرآن هكي لنين وما هي أيدها شرع وسدو يريهون أرغم دلاغ صدح ذا إسكداي دلاغ صدح ذا وحرام إسكداي قبلها مركات فرطان مهر كودي وحود السي هدينا سكون نقطان النقدان إن عبد كان هاي سكون نقنينة سفع نسون نقدان مركوا سدا ويه هذا الله حليه ولا تتخذوا آيات الله زؤل إلهي هذه سوح الغجر زين ساكر دجنينه سدا يهين أرغم واذكروا نعمة الله ألا النعمة دي سحس عليكم دشينا وإذن نعمة إنا وضلقتان إذن نعمة أحكام تأتقر رغميسان إذن كن نعمة وما شيء إذن كن نعمة أنزل عليكم دج من الكتاب والحكمة العلم النافعة يعيدكم ألا وحيدك وعبه وعلي قاس إذنك وعدي واتقوا الله ألا كبقى واعلموا أغادا أن الله ألا بكل شيء لا تعلم إنه أغيها أغاد شيء والبين أغيها أحب المثل وحوية أنت أحكام الإذن شاقي سيديتي تهي أداد قلت قنطان الله إذن أقول إذن كأجرسين أداد غلو عسان وقرآن كإلهي يا إذا إلهي كجاس يسان أو أيضا آبك قلن الله بإذن أقول واتقوا الله لك بقوا وعلم أقادة أن الله اللي بكل شيء لا تكل علم من أقيه وإذا لقتم النساء هوين كهداد فرطان وفبلغنا إيجادان أجلهم مددو دي وإن مددي كقوضه فلا تعدلوهن هل إحنين هؤدي دين أن يكيحن إني قرسدان أزواجهن فقوضي خرائن يجيبوا النقضان إذا كرادوا مكي خلال إستغيهم بينهم لحضار بالمعروف السفيعا ذلك سلاسا يوعدوا لإذن كو وعدي ذلك سلاسا يوعدوا بوعد به وعدك من كان قفك أهدا منكم إذن كيدكم يؤمن كفهم يبي الله الأول يوم الآخرين أيضا حيث المامي سا قبدي عددي باكا قوضي طلاقنا رجع بو أهايون ننك هذا مهر وقه بانكرا هذا إلا بضغطي استعلادان هاو الديدين نفس حابعة با قبد ولاشئة يعني إن إلا ديرتي رجع بضان باكا صدونا وو الديدين إن إلا ديرتي بو أقوري وصفي عنو قصر فو أقوري ننكي بافورين قبدي وايس فوران قبدي مرك عددي كقوضي يو قبدي الله الشيئين وقورسدو ولا الفت بأودي ذي مركا آيادنا سودك ذي مركا سو سمع وطاع وعقل ذي مركا مركا قبدا مددي عدد مددي كقاضي عددي كقاضي لكن مهر كذو طلاق هنا سوى طلاعين ورجع هاي نك يديه رادي خال إسكان نقدان يا له ديدين لا توين السيف عن وذي كذا يا وإذا طلقتم النساء قبلها هذا فتان فبلغنا أجلهن مددوا ذكرا فلا تعدلوهن حكما عينا أن يكحن إني قرسدان أزواجهن رقودي هوري إذا ترادون مركي خلال إساقون أغلب بينهم نحضر في الشياء بالمعروف السيوان أكسن كوه الشيانه إني وضع نقمان القيس وضع نقدان أي كوه الشيان ذلك وعدك لا يعد الوعد به وعدك من كان قفك أهدا منكم بذكر التغمدة يؤمن كل ما يبي الله إلا واليوم الآخر ذلكم سداسة أزكاة طاهرة لكم إذنك وأظهر ذلك سداسة أزكاة لكم إذن ظاهرا وأظهروا ظاهرا لبدو أذكار نظيفة وأظهروا ظاهرا إن قبلها يويلشها مركز كل نقدار سوء قلاتان عددة ترستان بالمثل عددة
قبل تصدح قرآن كعدة تتلين دلاغ السنجيه وإلا فرض ظهري أين ينك استابنن حيل ككوبات كلبات كصدحات بعدد كقول مركا انت وحالوية لي نبي الله محمد قرشيه والسميه أها هو علم كان هذا عشر جيه شوكو سيدي النقضي أفرته بين علمه وحنقنية مركا وحوية ذلكم سداسة أسكال لكم إذين وناكسن وأظهروا إذين طاهرين مبضاً إلى سفي عنوضة لقتانه قبله ويكا ديس دونيات أي سوق إسود ديسان والله أعلم أن يعلموا أقيهاي مسلحات أقيهاي يا سيدة خيركا وأنتم إذن كن لا تعلمون مؤقدين إنه ألا مسلحات أقيهاي درسات مصائد كشرعيين والوالدات قبلها وحدة لا يرضعن وإنه جينيان أولادهن عرور طوضة حولين لبصن كاملين أو كاملة لمن بي أنوجينيان لبضى السنة أراد الدنيا أن يتمر رضاعتها نقمدة إنه كامل يعني فإن لبضى السنة وهي النقمدة كامل كان وهي كير إلا بان سنة كير إلمها النقمديسة إلمها وحضي ضيعات بيكتها وعلى المولود له كالله لليدوشي سوحاء فيزقهن قبلها إلمها النوجيني فيزقهن هي وكسوتهن الردوحون بالمعروف سوى نكسان وهب وحسد وحوها يساء ووحفي عن هدوها يسيه وهير هدوها يسال بضبا مركا قبلها في رزقك إيا لليه هاي إيا كشودو ذا لليه هاي وقبله لفري قبله لفري وين إلا أن هدي قبله لفري المهد النوجين يوين إلا أن هدى لفري مصارف صوتي يقولون سبا يقول هاي شاكد أمباهنا قبلها لليه هالا سيه أجردو ذي وقبلها لفري وعروتو ذا النوجين يوين إن النوجين باميسا كتبتوه ilmaha xadaanadiis qofka dumar ku fiican ila wiilku intuu ka baaluqay gabadha inta laga guursanay qofka dumar ku fiican way wal walidatu dadka wax dhalay yurdicina waxay nuujinayaan awladahunna caruurtood gabadha wax dhalay hawleen laba sano kaamilayn oo kaamila liman bay usugnaatay xukumkaasi arada doonaya an yutimar radaa'ata nuugmada inuu kaamil yaalo wa fi ali ibn abi talib رضي الله عنه سيد علي بن أبي طالب وحيله حمله وفساله 30 شهرا يعيض سكان حمله أوركيسي وفساله 30 شهرا بارك الله رب بلدوا نوجنتي حمله وليح بلد بدو مركا حمله وليح بلد بدو ليح بلد المهم مركو قالوا وحوي وحمل كامل معنى قبل اللي قم أذين كروا المثل أدبة تبتعن قيمة لهين قبل يهدو انتو نقول سيد الليح بلد كل شهر مده كرميل خلاص كذا سمي وأور رسم أولي الله وحليه وعلى المولود له كالورد علي دوشي سوحاء فيزقهن قبلها الراشين كودا وكسوتهن الردوحوظ بالمعروف السفي عنه في قفي هاي انتياه لا تكلف اللقمة ما شقايه نفس النفي إلا وسعها أودي دمويان على الموسير قدره وعلى المعسر قدره واسده ولا تكلف لكم ما شغل نفس الا وسع وجد موي لا تضار مدبته تضارب وي فعلك مسمى لا تضار مدبته والده غبد شيء بولدها علم هذا نك كما دبته ولا مولود له كل ودلينا غبد كما دبا غبد بولده علمه وحلو جيدا غبد علم هذا شو علم هذه marka inay ninka ku dhigto intay tuurta tilal war hayla su'aal mar ma barbaba ma bedoonayee lama rabo isaguna inuu yiraahdo warisii dhaaysi wiilkayga ilmahayga hayn may sidee lama rabo ilmaha yar dibaato yaal isuu geysana gabadhu yeyna ninka dhibin oo ilmihii ku dhibin oo dusha ka saarina uga tagin ninkuna gabadha yuuna ilmaheeda ka qaadan ee gabadha ilmeeda u daayaha ku masrufo waa masala fi awiya sidaas ficilka tudaari waa tudaarir la musamma فاعل كل واكن كدما والدته وين لا تضار ما دبته والدته غبر وحده شي بولدها المهيده اباها كما دبته انت او تورته او ما دقاقدو ولا مولود كلو دلينا كما دبو بولدي المي سو غبر كما قاص وعلى الوارث قف كدخل يا نينك المها دلي قف كدخل يا دشي سو ها مثل ذلك انت سو كلي المها نينك دلي حدي ولا جوغ نينك دلي حكتدي سيبا انت لو لي مصاريف ثائية رزق جائية حكتدي سبا لقوله ولي وحي له المها يحكتدي سوي لكن سغنا في عن قفك المها دالي
haduuna joogin oo dhintay xigtadiisi waa ilmaha masaarifsiisa lagu leeyahay wey wa calal waarisi dhaxlaha dushiisa waxaa ah mithul dalika kaa la dhaxlayaa intuu bixiyey oo kale fiilaydaa marka hadday doonaan labadii ruux ee ilmaha dhashay ee kala furaa fisaalan gudhin hadday doonaan can taraadi raalli ahaan kadib oo minuma labadooda ka ahaaday iyo watashaawurin can taraadi raalli ahaanshoo minuma ka watashaawurin wadatashi labadii ruux ee kala furay laakiin ilmuhu ka dhexeeyey isku dhaqaalaynayeen hadday laba sano isagoo gaadhin inuu furo ay raalli isaga noqdaan ku tashadaan wax dhibin ma jirin ilmihii gabadhi way nuujisanay waa ilmaheed waa lagu masrufaa hadday labadii ruux ku heshiiyaan inay iyagu iska gudhisa ma aha waxa weye wiilku laba sano ilmuhu markuu gaadho caanaha uu islaanta ka nugayo culimada qaar waxay leeyihiin waxoogay doqonnimo inuu ku beeraa laga yaabaayo hilib kale oo yacani uu ku beermaa laga yaaba marka hadday ku heshiiyaan intay wada tashadaan ku heshiiyaan ilmaha in la guri wax dhibii kama jiraan fayna daadaa hadday doonaan labada ilmaha dhashay fisaalan gurin can taraadi raadi ahaansho xaggeed oo minuma ka adigo tashaawurin wada tashi falaa junaha calayma dambi dushooda maaha wayna ritum haddaad doontaan raggiyo an tastabdicuu inaad u nuujin dalabtaan awlaadakum caruurtiina falaa junaaha calaykum dambi dushiina maaha idaa sallamtum markaad u dhiibtaan gabadha aada u dhiibaysaan maa aataytum wax siiseeno bilmacruufi wax fiican gabadhii aabaheedii hooy ilmihii aabihii hooyadii isfureen hadduuna ninku hooyadood ku daynina gabadh kale inay u nuujiso uu doono wax dhibaata amal gabadhaa kale u nuujisayna kharashkeedii buu siinaya laakiin kharash la-aan uguma nuujinaysa gabadhaasi weyn wayna ratum haddaad doontaan an tastardicuu inaad u nuujin dalabtaan awlaadakum caruurtiinna falaa junaaha calaykum dushiina dambi ma saara idaa sallamtum markaad u dhiibtaan gabdhaha wax nuujinaya ma aataytum waxaad siin lahaydeen bilmacruufi si fiicano inta kartidiinna ah aada ugu dhiibteen marka carabtay caadigeedu ahayd in la nuujiyo oo caruurta nuuj loo dalbo nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weye xaliimatu sacdiya ree bakar bin waa'il bay ahaydeen yaa nuujisay nabay oo intay haween badan isa soo raaceen oo meel fog ka yimaadeen iyagoo maka usoo doontay waxay nuujiyaan yaa wiilashii kale gabdhihii kaleoo dhan wiilal bay heleen nabiyullahi maxamed de waa agoone waa la wada diiday markay wax kala weyday riti tabadanana way wadataa ilmo yaray nuujisana way wadataa ninkaadiina uu la socdaa markay wax kala weydeed ba kanaan anugu iska qaadan waxa weeye indhaha isku qabanaysa markiiba waxay aragtay ritigeedii tabarta dhaqaa oo socday awrtiiba dhaafay bay aragtay waa kay laba sane waa kay sidaas adu sidaa wey carabtu waxbay nuujin jireen wey wataqullaaha war alle ka baqa oo cibaadada iyo axkaamtaa la idiin sheegay ku dhaqma waclamu ogaada an allaha alla subxaanahu watacaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun inuu arko oo wax walba ogyahay wax idiin qarsooni jirin oo wax walba idinka abaalmarin dhib iyo dheef sidaa u ogaada allah subxaanahu watacaala.